وتم الاعتداء عليا بطريقة وحشية من ضباط الشرطة ومن أمناء الشرطة، وتم احتجازي داخل القسم واتقفل باب القسم، والناس اتجمهرت قدام القسم بره علشان يخرجوني من المكان دوت. أما كان صريخي مسمع الدنيا كلها، ازاي يعني؟ معلش انا بستأذن بس الحاضرين ان انا اتطرق للحديث بطريقة مفصلة شوية. انا دخلت بعمل محضر اثبات حالة، لان انا عندي جراج، الجراج ده اتفتح بدون وجه حق، بدون اذن نيابه، بدون اي اثبات ان جراجي ده مفتوح. هل مفتوح من ضباط شرطه؟ هل مفتوح من ناس مثلا معتديه حراميه؟ فما اعرفش. فبلغت النجده بلاغ نجده عادي، قلت لهم لو سمحتوا يا جماعه انا عندي مكان في الحته الفلانيه واتفتح، وفي ده في عربيتي في في المعصره. قلت لهم وفي عربيتي، فانا عايز اعرف بس ايه اللي تم. قال لي طب معلش توجهي لاسم شرطه المعصره، واحنا هندي اشاره لاسم الشرطه. الكلام ده كان حوالي الساعه 4 4 ونص تقريبا. قلت لهم اوكي. فدخلت على اسم الشرطه، دخلت للمأمور. اول ما دخلت قلت له لو سمحت الوضع واحد حصل كذا 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 كذا، وانا المكان عندي اتفتح بطريقه ايه مش عارفه اذا كان ظباط ولا مش ظباط. قال لي طب ممكن اتاكد بس اذا كان في بلاغ عندكم ولا لا. فرجع لي قال لي ده في تنفيذ، في دعوه مدنيه بتنفيذ على عين من الاعين. قلت له بس دي مش العين بتاعتي، يعني العين بتاعتي مالهاش علاقه بالقصه. فراح طالب الاسعاف، فهي اثناء وهي بتتكلم قالت له انا هصور كل ده وهبعته على صفحه وزاره الداخليه، وزاره الداخليه عمرها ما هترضى المهزله اللي حاصله هنا. فطبعا القصه كلها ان هي ابتدت تصور الواقعه، فابتدت مشاده بين الضابط وبين اختي، فحاول ياخد منها الموبايل، فهي ما رضتش تديهوله عشان يمسح اللقطات اللي هي صورتها، فما رضتش تديهوله. فاثناء ما هو حصل المشاده بينها وبينه، راح لاوي دراعها عشان ياخد منها الموبايل بالعافيه، لاوي دراعها وحطت سلاح في دماغها وقال لها الداخليه دي انا مش عايزها، الداخليه دي ما تلزمنيش، هاتي الموبايل. راحت مدياله الموبايل، راح طبعا مسح اللقطات، بس في لقطات موجوده من اثناء المشاده اللي حاصله بينه وبينها موجوده على الموبايل عندها. فطبعا راح مسح المشاده اللي حصلت او الواقعه والضرب والكلام اللي حصل. جت الاسعاف طبعا دخلوهم بالعافيه. اول ما ابتدى طبعا الموضوع ياخد حيز، وان المحامي اللي تم بلاغه ان هو يطلب لنا الاسعاف بلغ النقابه وبلغ بقيه المحامين، وابتدى ان في يبقى خط خطوه تتعرف في المكان ان في مشكله وفي محامين محتجزين وفي موقف مع حاصل. ابتدوا هم اول ما ابتدى بعض اشخاص من القيادات تيجي ابتدوا يفتحوا الباب بعد ما انا فقت وقوموني قعدوني على كرسي ودخلوني اوضه المأمور. طبعا كنت في حاله عياء شديد، ولا شايفه قدامي ولا شايفه ايه اللي بيحصل، ومش حاسه باي حاجه من كتر الضرب اللي كان في جسمي. الورق اللي معايا اتاخد، الشنطه اللي معايا بتاعتي ما اعرفش راحت فين، حاجتي كلها راحت فين مع امناء الشرطه مع الضباط ما اعرفش راحت فين. اللي اتاخد مني حاجتي، كل حاجتي، ما فيش غير الكارنيه اللي انا كنت اللي كان موجود معايا، هو اللي كان مع امين الشرطه اللي بيعمل بيه المحضر هو اللي اتلقى. اكتر من كده ما فيش، كل حاجتي اتاخدت مني في داخل القسم. ازاي ما اعرفش؟ قالوا لي احنا هندور لك عليها وهنشوفها فين، اكيد متشاله. قلت لهم ماشي. دخلت مع المأمور، جه بعض القيادات قعدوا يتكلموا معايا، طب حقك علينا، طب ما تزعليش، طب مش عارف ايه. المأمور قال لي انت زي اختي، وانا اللي حصل فيكي انا ما ارضاهوش، وانا هاخد اجراء قانوني ضد الضابط وضد امين الشرطه وما تزعليش، وقعد يراضيني. فقلت له حضرتك لو سمحت انا عايزه حد من اهلي، عايزه حد من المسؤولين في البلد. فما جه القيادات وقعدوا يتكلموا معايا، جابوا الضابط ودخلوه جوه عشان يعتذر لي. هو لو ظابط ما اجرمش وما اخطاش هيدخل يعتذر لي ليه؟